معنا الأستاذ خضر المشايخ المحلل السياسي من عمان. أستاذ خضر أهلا بك. أهلا بك، يعطيك العافية. إذن عام وغزة باد، عام وعرب التطبيع شركاء، عام ونسأل أين بقية العرب؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. العرب لم يكونوا أصلا حاضرين من قبل حتى نقول أنهم قد حضروا الآن. في كل مراحل القضية الفلسطينية كان الحضور خجولا، يعني حتى لو كان هناك حضور رسمي في زاوية من الزوايا لكن كان هناك الخذلان واسع. لكن صحيح أننا في هذه الحالة وفي هذه المعركة منذ عام شهدنا خذلانا غير معهود، من ليس من قبل فقط دول التطبيع العربي بل من جميع الدول، إلا ما ندر، وهذا النادر قليل جدا، وهذا النادر هو محدود جدا. فالأمر ليس مرتبط بعلاقات مع إسرائيل بقدر ما هو خذلان داخلي. الدول العربية في بمجموعها حقيقة إما خائفة من أن تنخرط في أي دعم للمقاومة، وإما خائفة حقيقة أن تعبر عن يعني أي مشهد آخر. الأمر الآخر الذي يخيف هذه الدول حقيقة هي تخاف أن يعني أن تنتقل العدوى، عدوى رفض الاحتلال ورفض الأجنبي، أن تنتقل إلى شعوبها. فبالتالي ربما يخشى البعض حقيقة أن ترفض هذه الأنظمة المرتبطة بالدول الشرق أو بالدول الغرب هنا وهناك. لذلك عندما نتحدث عن خذلان الأنظمة العربية أنا أعتقد ليس مقصورا على دول التطبيع بقدر ما هو مقتصرا حقيقة على شمول ومعظم الدول العربية التي انخرطت حقيقة في علاقات إما سرية وإما علنية مع الكيان الصهيوني، ومن لم يكن له علاقات مع الكيان الصهيوني مباشرة فهو يخضع للأوامر الأمريكية والأوامر الغربية مباشرة. فبالتالي أنت هنا تتحدث حقيقة عن منظومة عربية متهالكة، نظام عربي رسمي متهالك. هذه الدول العربية إجمالا لم تجتمع إلا مرة واحدة في أوائل أو بعد أشهر من العدوان على قطاع غزة، وكان قرارهم حقيقة الخجول لفتح المعبر رفح، وهذا لم يحدث للأسف. لم تستطع بمجموع هذه الدول أن تفتح معبر رفح وأن تدخل المساعدات الغذائية. أنا لا هنا أتكلم عن المشاركة في المقاومة والمشاركة العسكرية ولا فتح جبهات عسكرية. الأمر الآخر، الجامعة العربية لم تجتمع لما يجري في لبنان. الآن لبنان يباد، وهذا لبنان لم يقم ب 7 أكتوبر، ولبنان لم يبتدئ بالهجوم ضد الاحتلال، ولبنان تعرض إلى كثير من العدوان الإسرائيلي، ومع ذلك الدول العربية لم تجتمع ولم تدين هذا العدوان. لذلك الإشكالية حقيقة هنا واضحة في النظام الرسمي العربي المتهالك الذي انتقل من مرحلة الخذلان إلى مرحلة التآمر على القضية، ليس فقط القضية الفلسطينية وإنما حتى على شعوب المنطقة، الذي يبيد شعبه في رابعه، ويبيد شعبه في اكثر من في اكثر من مكان، وفي حلب وفي ادلب. هذا لن يدعم المقاومه ولن يقف مع المقاومه. استاذ خضر، لو عدنا الى التاريخ كان دائما حتى الرسميه العربيه بكل ما يمكن ان نقول على الرسميه العربيه كان لها بعض المواقف وكانت تمارس جزء او شيء من الضغط على الاداره الامريكيه حتى تتم مراعاة بعض المسائل والدخول في تسويات. هذه المرة عفوا يعني حالة عجز كامل، وكأننا أمام منظومة رسمية عربية أخرى مختلفة. أنت قلت نحن أمام خذلان آخر مختلف يعني لم نشهده، وأيضا حتى المواقف مختلفة تماما. يعني على الأقل آخر موقف كان في المبادرة العربية في 2002، مبادرة الولي العهد السعودي حينها للملك عبد الله. بعد ذلك يعني كان على الأقل هناك مبادرات، هناك محاولة لحل حالة بعض الملفات. الآن غياب نهائي. هل نحن الآن أمام نهاية تامة لهذه الرسمية العربية أم أمام جيل جديد للرسمية العربية؟ لا، أنا أعتقد أن الرسمية العربية حقيقة شعرت بالخطر، أو هكذا هيئ لها، بعد موجة الربيع العربي. موجة الربيع العربي أشعرت الجميع من الأنظمة العربية أن علاقتها ومصيرها ليس مع شعوبها، وإنما مصيرها مع الاحتلال ومع دول الغرب. فبالتالي إذا وضعت يدها بيد أمريكا معنى ذلك أنها ممكن أن تستقوي على شعوبها. هذه الأنظمة لم تأتي عبر الصناديق ولم تأتي عبر الانتخاب، فبالتالي هي تعتقد تماما أنها طارئة على شعوبها وطارئة على دولها. فبالتالي هي تريد أن تبحث عن مستند آخر وعن
يعني جدار تركن إليه، تجد أن هذا الجدار هو لدولة قوية في المنطقة، هكذا تعتقد، وهذه هي إسرائيل، وهكذا يعتقد مجمل ومعظم هذه الدول العربية، ويعتقدون أن ما جرى في الربيع العربي هو إذان بانهيارهم، ويعتقدون أن ما جرى مع العراق وصدام حسين تحديدا هو إنذار لهم. فبالتالي الآن هم يعتقدون تماما أن لا مراهنة على شعوبهم للوقوف معهم، وإنما هي المراهنة على الجدار الأمريكي، ولكن لا يعلمون أن الجدار الإسرائيلي والأمريكي ربما ينهار في لحظة ما وفي لحظة صحوة الشعوب. لذلك عندما قامت غزة بهذا الإجراء 7 أكتوبر، لماذا وقفت أغلب الدول العربية ضد هذا الإجراء وضد الشعب الفلسطيني؟ لأنها تعتبر أن الشعب الفلسطيني في غزة قد تحرك المياه الراكدة، وربما يثير المياه الراكدة ويثير الشارع العربي. لذلك بعد موجة 7 أكتوبر وما حدث في 7 أكتوبر، أي قبل عام تقريبا، هذا حقيقة جعل بعض الدول العربية أن تشكل لجنة. هذه اللجنة تقوم على امتصاص تداعيات هذه الحرب من ناحية ألا تؤثر على شعوبها، وألا تنجر هذه الشعوب إلى الشوارع تطالب حقيقة بانهيار بمحاربة دولة الاحتلال، وتطالب حقيقة بالمقاومة، وتستيقظ هذه الشعوب المشغولة في المواسم الغنائية وفي المباريات وفي الملاهي وإلى آخره. فلذلك ترى هذه حقيقة الأنظمة العربية أن هناك جرس إنذار قد قرع من غزة ينذر هذه الشعوب أن عليكم أن تستفيقوا من غفلتكم ضد هذه الأنظمة. هكذا يهيأ. لذلك هذه الأنظمة تعتقد أن هناك ربيع عربي قادم، إن بقيت غزة وإن انتصرت المقاومة فإن الربيع العربي القادم هو الذي يتكلم في الشوارع، وسوف تهتف الشوارع العربية باسم المقاومة وباسم حركات المقاومة. لذلك هذا لا تريده الأنظمة، لذلك هي حريصة حقيقة على إطفاء جدوى المقاومة. وما جرى في لبنان هو نوعا ما طرف، يعني كان غض الطرف العربي وإعطاء الضوء الأخضر. لكن ما لا تعلمه هذه الأنظمة حقيقة أن دورها قادم. ما جرى في لبنان سيتوسع، وما سوف يمتد إلى سوريا، وربما يمتد إلى الأردن، لأن هناك تهديدات واسعة، وربما يمتد إلى سيناء في مصر، حتى جنوب تركيا. العدو لا أشهر السلاح فلن يغمده أبدا، لأن إسرائيل تعتقد أن معركتها مصيرية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو آخر ملوك إسرائيل الذي ممكن أن تجمع عليه النخب الإسرائيلية في أي حرب. لكن النخب المتبقية لا تمتلك الإجماع ولا تمتلك حقيقة الكاريزما لخوض أي حرب. لذلك اليمين المتطرف يعتقد أن لديه فرصة تاريخية لتوسيع الحرب. وبن غفير قال قبل أيام علينا أن نفتح حربا مع لبنان وسوريا والأردن للدخول إلى 10 كيلومتر إلى الداخل حتى نمنع أي اشتباك وأي مقاومة. إذن هو إنذار حرب، سواء ممن أشعل الحرب في 7 أكتوبر أو ممن لم تشعل هذه الحرب، حتى أن الضفة الغربية الآن هي معرضة حقيقة للاجتياح الواسع والكامل ربما بعد لبنان. فبالتالي لدينا سلسلة ومصفوفة حقيقة انهيارات ربما يعني تمتد إلى المستقبل، وربما تمتد إن بقي الحال العربي كما هو. يعني ما أشرت إليه، هناك بنك أهداف الآن لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث عن جنوب لبنان، عن التهجير، عن الضفة، أيضا الأردن المستهدف وسيناء. هل الأنظمة العربية عندما تصمت وعندما تغمض عينيها غير مدركة بأن ما هذه الخارطة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي هي ستضرب استقرار هذه الأنظمة؟ هل هي مدركة بذلك أم هي مستسلمة نهائيا وهيئت نفسها لتكون جزء من بعد هذا التشكيل الجديد؟ يعني أنا أعتقد أي مثقف عربي يدرك تماما أن هناك خطورة كبيرة على دول المنطقة وعلى دول المحيط بالمناسبة، هو الأخطر. فبالتالي يجب على هذه الأنظمة ورؤساء هذه الأنظمة يدرك تماما أن المعركة سوف تصل إلى بيته والنار سوف تصل إلى قصره. هذا يجب أن يكون لأي زعيم عربي. من لا يدرك هذا الأمر هو حقيقة يتغاضى ويضع رأسه بالأرض كالنعام، لكن حقيقة على الأرض الواقع هم يدركون. لكن هنا الحديث ليس عن الإدراك وعن المعلومة، هنا الحديث عن الحيلة
وعن الأداء. الدول العربية ارتبطت مع الاحتلال باتفاقيات، هذه الاتفاقيات كبلت هذه الدول، كبلت المؤسسات، كبلت المشاريع، أوقفت الميزانيات، أوقفت المشاريع التي ممكن أن تدر الدخل المحلي. فبالتالي هي ارتبطت بالمنح، هي ارتبطت بالحوالات المالية المقدمة من الدول الداعمة. لذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي تدور في فلكها عندما تقدم مساعدات لهذه الدول فإنها تخضعها لشروطها. هذه الشروط تتعلق بالأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية، الأمور السفراء الآن يجتمعون مع وزراء ويتدخلون في الحكومات، سفراء بريطانيا، سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، هم الذين يديرون هذه الدول. هناك وزير الدفاع الأمريكي ينزل ويهبط في مطارات القواعد الأمريكية في بعض الدول دون حسيب أو رقيب، لذلك هذه الدول حقيقة محتلة. فبالتالي لا تستطيع الأنظمة ولا تستطيع إلا أن تتماشى مع الاحتلال الذي يريد أو يقنعها أنها ربما تبقى في مواقعها بحال من الأحوال. لذلك أنا أعتقد أن الاحتلال لن يراعي أحدا ولن يرحم أحدا إذا استمرت هذه المعركة. إسرائيل تخوض معركة مصيرية لن تتراجع ولن تعود السيوف إلى أغمادها. إما أن تبادى إسرائيل ويرحل المحتلون، وإما أن تبادى المقاومة لا قدر الله وتبادى هذه الأنظمة. فبالتالي المنطقة على شفير حدث جديد. أنا أعتقد السنوات المقبلة القليلة سوف تكون حاسمة فيما يتعلق في المشهد في الشرق الأوسط. وما قاله نتنياهو قبل أيام أننا للتو قد بدأنا، وقال كذلك سوف نغير الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد. هذه الرسالة يجب أن تقرأ ليس فقط للأنظمة فقط، وإنما للمؤسسات الشعبية الوسيطة. لا أتكلم عن الشعب الذي ربما يخرج إلى الشوارع ثم يهدأ، أنا أتحدث عن نقابات مهنية، أتحدث عن الأحزاب. كنا نسمع في ائتلاف الأحزاب القومية، أين هو؟ كنا نسمع في الأحزاب الإسلامية، أين هي؟ كنا نسمع عن النقابات في الدول العربية عندما كانت تخرج بالعشرات الآلاف ومئات الآلاف، لا نسمع لها صوتا. فبالتالي نحن الآن أمام مشكلة ليست فقط في الأنظمة، وإنما مشكلة كذلك في المؤسسات المدنية، في مؤسسات المجتمع المدني، في الأحزاب، في النقابات، في الحركات، حتى الحركات الفكرية، أين هي مما يجري؟ أستاذ خضر، هذه أسئلة في العمق فعلا. لا نسأل عن الرسمية العربية، الإجابة أتتنا منذ عقود، أين هي الرسمية العربية؟ لا نسأل عن الشعوب، نحن نعرف واقع هذه الشعوب وأحيانا لا نحملها ما لا تحتمل. ولكن ما ذكرته هذا سؤال عميق، أين هذه النخبة العربية؟ أين النقابات؟ أين المثقفين؟ أين الإعلاميين؟ أين الأكاديميين العرب؟ هذه أسئلة في العمق، لأن هؤلاء هم من يستطيعون أن يقودوا شعوب ويحدثوا التغيير المأمول عنوانه الأبرز الحرية. أشكرك أستاذ خضر المشايخ المحلل السياسي، كنت معنا من عمان. شكرا أستاذ خضر.